لابتوب ميت بوك دي خفيف ببطارية ضخمة. هواوي تقدم لابتوبها الجديد ميت بوك دي بوزن خفيف جدا وهو 1.38 كيلوغرام. الشاشة حجمها 14 انش والدقة 1920x1080 وتغطي 84% من الواجهة ومصممة عشان تقلل الإضاءة الزرقاء لراحة العين. يعمل اللابتوب بمعالج AMD Ryzen 5 مع 8 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية ومعالج رسوميات مدمج و512 جيجا بايت SSD ذاكرة تخزين. الجهاز يملك مراوح بتصميم Shark Fin 2 لعملية التبريد بكل هدوء. من أبرز المميزات في اللابتوب هو زر التشغيل واللي راح يعمل كبصمة إصبع لتسهيل عملية تسجيل الدخول، ومزود بكاميرا أمامية تعمل عن طريق الضغط في الكيبورد لزيادة الخصوصية. بالنسبة للبطارية بحسب شركة هواوي أنه ممكن مشاهدة فيديو بدقة 1080p لمدة 9 ساعات ونصف متواصلة، وراح يدعم الشحن السريع بقوة 65 واط واللي تقدر تشحن إلى 46% خلال نص ساعة. ومع منفذ التايب سي راح يكون في ميزة شحن الأجهزة والجوالات أو نقل الملفات من وإلى اللابتوب. وفي منافذ USB 3 و USB 2 مع منفذ HDMI ومنفذ 3.5 للسماعات. وأخيرا عندنا ميزة هواوي شير واللي تسمح بمشاركة شاشة الجوال على اللابتوب مع إمكانية نقل الملفات بسرعة. يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.